يعني مثلا لما انت بتيجي تدور الموتوسيكل بتاعك الصبح في الجراج او اي حاجه، ممكن تقعد دقيقتين ثلاثه كده مدوره، فكل ده بيتحسب من الزيت، لان الزيت بيعدي جوه الموتور. مش عارف الناس اللي بتنزل في وسط الطريق دي الصبح بدري تقيل، فلما انت بتدي طب ادي زماره طاير ماشي جاي طاير ومش عاجبه، يعني هو احنا الاثنين ماشيين في تقاطع، هو بيجري وانا يعتبر ماشي على الهادي، يعني انا عمال ببص لقيت لك جاي طاير في وشي. ايه اخبار يا رجاله؟ رب تكونوا كلكم دايما بخير. النهارده كان عندي كده مشوار خفيف، الحمد لله بقينا بنصحى بدري، وهحاول ان انا اكتر فيديوهات الفتره الجايه. عارف ان انا الفتره الاخيره بتاخر وبتاع وما نزلتش حاجه تقريبا من ساعه فلوج مرسى مطروح، بس الحمد لله تقريبا يعني الواحد ظبط يومه يعرف بقى يصور بالنهار، وان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن واحسن. على بينا مغرى العيون واحنا يعتبر في مصر القديمه. عايز اتكلم معاكم النهارده كده وادردش معاكم في موضوع، وهو حته الزيت وحته ان احنا برضو الموتوسيكل هل بالنسبه له الزحمه احسن ولا الطرق السريعه والسفر والسرعات احسن. خلينا نبدا باول حاجه بحته الزيت. زي ما انت شفت كده في العنوان عن موضوع الزيت، ان ليه احنا بننزل الزيت بدري. يعني ليه احنا مثلا ممكن يكون الزيت ان انا حاطه في الموتوسيكل بتاعي ينزل مثلا على 3 او 4000 كيلو، اروح انا منزله على 2500، ولو بيمشي 4000 انزله على 3500 او 3000. هقول لك بكل بساطه، لان الموتوسيكل بيقعد فترات كبيره شغال وانت مش ماشي اصلا على الطريق، فبالتالي اصلا انت ما بتعدش كيلوهات. يعني مثلا لما انت بتيجي تدور الموتوسيكل بتاعك الصبح في الجراج او اي حاجه، ممكن تقعد دقيقتين ثلاثه كده مدوره، فكل ده بيتحسب من الزيت، لان الزيت بيعدي جوه الموتور. مش عارف الناس اللي بتنزل في وسط الطريق دي، الزيت بيعدي جوه الموتور وبيلف جواه ودرجه حرارته بتعلى حتى لو الموتوسيكل بتاعك واقف. ونفس الكلام لو انت ماشي بزحمه، انا دلوقتي مثلا لو دخلت على زحمه او دخلت على منطقه فيها اشاره او اي حاجه، فانا ممكن اقعد بالموتوسيكل بتاعي دقيقه او دقيقتين وثلاثه واربعه في الزحمه ما اتحركش، وفي ناس بتوصل معاها ساعات لحد مثلا ربع ساعه ممكن يفضل واقف في الزحمه ما يعرفش يتحرك. فبالعكس موضوع ان انت تبقى واقف في الزحمه ودرجه حراره الموتور تزيد بتزود معاك برده درجه حراره الزيت، والزيت بيفقد الخواص بتاعته او بيفقد لزوجته اسرع من الطبيعي. فده الجواب بتاع السؤال احنا ليه بننزل الزيت بدري، لان انت كده بتقعد بالساعات ما بتقعدش بالكيلوهات. يعني الموضوع كده بيتحسب بالوقت، لان انت ساعات ممكن زي ما قلت لك تقف في اشاره، تقف مثلا بالربع ساعه الموتوسيكل بتاعك عمال داير وشغال مع نفسه وكل ده بيعد وانت اصلا ما بتمشيش. فعلشان كده احنا بنحط في دماغنا ان احنا ننزل الزيت بدري علشان نبقى في الامان. لو الزيت بتاعك بينزل على 3000 تنزله على 2500، ان انت دايما تكون عامل حسابك في مسافه، المسافه دي مسافه امان لتغيير الزيت علشان الزيت ما ينقص او يتبخر او يفقد اللزوجه بتاعته وهكذا. لبسنا بلاعه عشان خاطر الراجل اللي على اليمين، كنت دخلت يمين كنت دخلت فيه، لبست البلاعه وخلاص. فده بالنسبه لحته الزيت. عندك بقى حاجه ثانيه عايزين برضو نرغي فيها، في ناس سالتنا عليها قبل كده، هل الموتوسيكل في الزحمه بيكون احسن له ولا في الطرق السريعه؟ وبرضو نفس الكلام، استهلاك البنزين في الزحمه بيكون احسن ولا في الطرق السريعه؟ هقول لك برضو بكل بساطه، حته الزحمه للموتوسيكل هي يعتبر اكبر عدو، لان انت بتقف بتقعد تنزل غيار تطلع غيار تمسك دبرياج تسيب دبرياج، فانت حركتك جوه الموتور او حركه الموتور بتكون اكتر بكتير من الطرق السريعه. طبعا في الطرق السريعه الار بي ام بيكون اعلى، عدد لفات الموتور بيكون اعلى، ولكن انت بتكون ماشي مثبت سرعه وفي نفس الوقت ماشي الهواء جاي في وشك بصوره كبيره، فانت يعتبر في الامان. الهواء بيبرد لك الموتور، مثبت سرعه كويسه. طبعا تكون حاطط برده في حساباتك ان انت تكون السرعه بتاعتك مش عاليه للدرجه. لو الموتوسيكل مثلا بتاعك 150 سي، فانت هتمشي على سرعه 90 او سرعه 80 ومعاك بكتير قوي لحد 100. فعلشان كده حته الزحمه بتكون رخمه، انت بتمسك الدبرياج بتاعك تقعد تدوس على ورق الدبرياج تسيبه وتتحرك تعمل الكلام ده، برده بياكل معاك ورق الدبرياج اسرع، بالذات لو ماشي في حته زحمه فانت بتفضل ملمس سن الدبرياج كده علشان الموتوسيكل ما يكركرش منك. فالكلام ده كله اصلا بيزود درجه حراره الموتور وبيخلي القطع اللي جوه الموتور عموما تتاكل اسرع من الطبيعي. وكمان عندك استهلاك البنزين، استهلاك البنزين برضه هيزيد معاك في الزحمه، بالذات لو انت زودت بسرعه مره واحده. يعني مثلا دلوقتي انا واقف في الزحمه ورحت جاي حاطط ايدي على البنزين ورحت مزود بنزين مره واحده عشان اطلع من العربيه او اي حاجه، ده برضه بياخد استهلاك بنزين او بيستهلك بنزين اكتر من الطبيعي. فالزحمه تقريبا عدوة الموتوسيكل في كل حاجه، درجه حراره الموتور بتزيد، التبريد ما بيكونش احسن حاجه، قطع الموتور نفسها بتقعد تتحرك اكتر من الطبيعي، تمسك دبرياج مش عارف مين، الحاجات دي كلها. اما بقى لو رحنا الناحيه الثانيه على حته السفر، فانت هتلاقي ان احنا عندنا في السفر انت بتكون ماشي مثبت سرعه، الهواء جاي على الموتور، درجه حراره الموتور ثابته، كل حاجه تقريبا ماشيه في السليم وكل حاجه بتكون طبيعيه. فعندنا حته الزحمه طبعا بالنسبه للموتوسيكلات وبالنسبه كمان للعربيات بتكون اكتر بكتير او اكتر ضرر بكتير من الطرق السريعه. طيب في برضو حاجه كده عايز اعرفها لك، في ناس سالتني كتير على حته اللزوجه بتاعه الزيت. انا عايز اجيب لك الخلاصه في حته الزيت دي علشان لو انت لسه مشتري موتوسيكل جديد برضو ما تقعدش تركز مع الموضوع زياده عن اللزوم. عندك لزوجتين دايما الناس بتختار ما بينهم، يا اما 10 W40 و 20 W50، دول اللي الناس دايما محتاره ما بينهم ومش عارفه تحط انهي لزوجه. هقول لك بكل بساطه، الموضوع طبعا ما بيكونش كده في العموم، بس ده الاقرب للواقع. الموتوسيكلات الصيني تقريبا بجميع انواعها بتحط لها لزوجه زيت يا اما 10 W40 يا اما 10 W50. ال 10 W50 بيكون احسن في الصيف واحسن في الشتاء، فده بينفع معاك تقريبا في كل الظروف. الزيت بيكون خفيف الصبح بدري، فبالتالي بينتشر في الموتور بشكل اسرع والدنيا بارده، وفي نفس الوقت درجه الحراره بتاعته لما بتعلى بيكون برده اللزوجه بتاعه الزيت كويسه. لزوجه الزيت بتكون 50، ورقم 50 ده كويس جدا في حته ان انت تمنع الاحتكاك والكلام ده كله. وطبعا على حسب الشركه او الموتوسيكل بتاعك، الشركه موصيه ان هو يتحط له زيت ايه. تعال نخش الجنب ده، خش الشارع الضيق ده بقى كده، ايه نخلع عشان انا مش عارف بصراحه الحته اللي ورا دي ممكن انا كنت اعدي منها ولا لا. فاحنا ممكن نخلع من هنا نخرم ونطلع عادي على الطريق بتاعنا.
فعلا. فلو انت عايز تحط زيت للموتوسيكل بتاعك بالذات لو موتوسيكل صيني، انا برجح لك ان انت تحط 10W50. ليه؟ زي ما قلت لك الزيت بيكون احسن الصبح بدري واحسن برده في درجه الحراره العاليه. وعندك ال 20W50 ده للاسف الوحش اللي فيه ان هو بيكون الصبح بدري تقيل، فلما انت بتدي طب ادي زماره طاير ماشي جاي طاير ومش عاجبه، يعني هو احنا الاثنين ماشيين في تقاطع، هو بيجري وانا يعتبر ماشي على الهادي، يعني انا عمال ببص لقيته لك جاي طاير في وشي. ده كده بالنسبه للموتوسيكلات الصيني عموما. الموتوسيكلات الصيني دايما هتلاقي بتحط لها يا اما 10W40 يا اما 10W50، حاول ان انت ما تبعدش عن الاثنين دول في اي موتوسيكل صيني عموما. مهما كان الموتوسيكل بتاعك هتلاقي نفس اللزوجه اللي انا بقولها لك دي بتنفع عليه، 10W40 يا اما 10W50 هم دول الافضل للموتوسيكل في درجه الحراره البارده ودرجه الحراره العاليه في نفس الوقت. وزي ما قلت لك ال 10W50 كمان احسن. عندك بقى الموتوسيكلات الهندي يا سيدي، بجاج كلها تقريبا بتحط لها زوجة 20W50. الموضوع العكس البجاج، بجاج بتوصف في الكتالوج بتاعها ان هي بتحط لها زوجة 20W50. انا مش عارف بصراحه ده علشان درجه الحراره في الهند بتكون عاليه وكده، فهم اصلا بيرجحوا 20W50 علشان الموتوسيكلات بتاعتهم عموما بتكون موجوده في دول الشرق الاوسط مثلا او دول بتكون درجه الحراره عاليه فيها. ولكن عموما شركه بجاج دايما الموتوسيكلات بتاعتها كلها سواء البوكسر سواء ال 180 سواء الديسكفري الكلام ده كله هتلاقي كلهم بتحط لهم زوجة 20W50. وعندك كمان التي في اس، ده بالنسبه لشركه تي في اس بتحط لها 10W40، ده تقريبا لكل الموتوسيكلات بتاعتها بتحط لها زوجة 10W40. فدي حاجه برده كان في ناس بتسالني عليها وحبيت ان انا اجاوبك عليها سريعا كده. طبعا الموضوع ما بيكونش عموما كده ولكن ده الاغلب، يعني انت مثلا ممكن يكون معاك موتوسيكل قليل شويه في البلد او اي حاجه سواء هندي او صيني ويكون اللزوجه بتاعته عكس ان انا بقولها لك دي، ولكن الاغلبيه بتكون زي ما انا بقول لك كده بالظبط. بس يا سيدي ده كان شويه دردشه كده عن موضوع الزيت وموضوع ان احنا ليه بننزل الزيت بدري، وكمان بالنسبه للزحمه او الطرق السريعه انهي بيكون احسن فيهم ليه الموتوسيكل بتاعك. الموضوع تقريبا في ناس كتير عارفاه وناس كتير فاهمه الجزئيه دي، بس في ناس بتفهم العكس، في ناس بتفهم ان الموتوسيكل علشان بيمشي بطرق سريعه فهو هياخد بنزين اكتر وهيتم استهلاك اكتر لو انت ماشي على السرعه الطبيعيه بتاعه الموتوسيكل بتاعك ومش قارص قوي عليه، ولا الموتوسيكل هيحصل له اي حاجه في الطرق السريعه ولا هياخد بنزين زياده ولا اي حاجه. فالموتوسيكلات دايما والعربيات والموتور عموما بتكون اسوا في الزحمه وبتحس ان درجه حرارتها اعلى وكمان بتستهلك بنزين اكتر والاداء بتاعها عموما بيكون مش احسن حاجه. بس يا سيدي اشوفك في فيديو جديد، يا رب تكون استفدتوا. لو حابين بقى فيديوهات من النوعيه دي ان احنا نرغي شويه كده في كام حاجه، ممكن كل شويه ننقلنا موضوع برده نرغي فيه، بالنهار الجو بيكون احسن في الشتاء والواحد بيعرف يرغي كده بمزاج. فاشوفك في فيديو جديد، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك واشترك في القناة لتخرج. اشوفكم فيديو جديد، سلام.